فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الإخوة أرسلوا يقولون إن بعضهم مرضى وبعضهم فيه هم كبير. نعم. بعض أو عدد من الإخوة أرسلوا أوراقهم يقولون إن بعضهم مرضى وبعضهم فيه هم كبير وضيق وكرب، ويطلبون من فضيلتكم أن يتكرم بالدعاء لهم بأن يشفيهم وأن يفرج كروبهم. كلنا ندعو، كلكم تدعون لإخوانكم اللي عندهم حاجة، وعندهم أن الله يقضي حاجتهم ويفرج كربتهم. نعم.